دي اللي فيها خناقه ما بين العسكر والاخوان على شرعيه ما يسمى بثوره 30 يونيو وشرعيه ما يسمى بالرئيس المدني المنتخب. القوى الثوريه باللحظه الحاليه عليها ان هي تتحرك في الشارع لوقف هجوم الثوره المضاده. دي اللي السلطه المجلس العسكري عايز يفرض حاله من الصمت بالقوة على الميادين وعلى الشوارع، وبيعمل علشان يحصل ده مجازر. صحيح ان المجازر دي متوجهة لجماعة الاخوان المسلمين، لكن هدفها الاساسي هو تخويف الجماهير. وعندنا نموذج ممكن نبص عليه عشان نشوف الصورة. الحركة العمالية، حركة العمال في مصر اللي بتطالب بالعدالة الاجتماعية. العمال في شهر يونيو ويوليو، شهر 6 وشهر 7 قبل اسقاط مرسي، كانت متوسط الاضرابات 700 اضراب في الشهر. 700 اضراب في الشهر. عدد الاضرابات العماليه في اغسطس اللي حصل فيه مذبحه رابعه والنهضه كان 84 اضراب. رغم ان المذابح ما كانتش ضد العمال، كانت ضد جماعه الاخوان المسلمين واعتصامهم، الا انه هذه المذبحه المقصوده مش هدفها فقط انهاء الاعتصام وضرب الاخوان المسلمين، لكن هدفها تخويف الجماهير من مشاهد الدم ومشاهد الجثث المرصوصه، انه الان هناك نظام جديد يحكم، نظام بيعرف يستخدم البندقيه والدبابه كويس جدا، وما عندوش اي مشكله ان يقتل بالالاف لانهاء الموضوع ده. وبالتالي الرساله وصلت، رساله المذبحه وصلت، وفي قطاعات من الجماهير تراجعت حركتها، ومن اهم هذه الجماهير طبعا الحركه العماليه اللي بتقلق النظام. في اللحظه الحاليه مهمتنا الاساسيه هو النزول الى الشارع للتاكيد على انه مكتسبات الثوره، حق في التظاهر وحق في الاضراب، مش هنفرط فيهم، لان الحاجات دي احنا ما خدناهاش بالساهل، ما خدناها مقابل دم الدفع. علشان ننزل نتظاهر في ميدان التحرير او في ميدان القائد ابراهيم، في ناس ماتت، عشان ندخل الميدان ده ونعتصم فيه او نتظاهر فيه. فالتفريط في حق التظاهر او في حق الاضراب هيبقى تراجع كبير بالنسبه للثوره المصريه. فاول هدف بالنسبه لنا هو كسر حاله الصمت المفروضه على الميادين والشوارع بقوه الدبابات، بان احنا ننزل نتحدى هذه السلطه العسكريه ونتظاهر امام الدبابات، حتى لو كانت هذه الدبابات هترتكب مذبحه اخرى. لو السلطه العسكريه استقر ليها الامر وما كانش في مقاومه لهجومها هتكمل الهجوم لنهايته. فاذا كانت بتحتاج في اغسطس لمذبحه لتخويف الجماهير، هتحتاج في يناير لحمله اعتقالات واسعه لتخويف الجماهير واجراءات تصاعديه. لكن لما ننزل النهارده فاحنا بنوقف هذه الهجمه. عشان كده احنا اخترنا النزول امام سبيرو في ذكراها للتظاهر رغم اختلاف البعض معانا، والنزول في ضد قانون التظاهر ودخول محمد محمود في القاهره، واخترنا النزول في شارع محمد محمود في 19 نوفمبر في ذكرى انتفاضه محمد محمود بالتاكيد على ده. السلطه الحاليه سلطه الجيش وعلى راس عبد الفتاح السيسي ما عندهمش اي حاجه تتقدم للجمعيه غير القتل، وموضوع القتل ما ينفعش يكمل الاخر، لانه واضح انه المذابح اللي حصلت ما قدرتش ان هي تخوف الجماهير بشكل كامل ونهائي، لان حصل فيه مقاومه لده. الحاجه الثانيه، السلطه دي على المستوى الاقتصادي مأزومه. الخزنه فاضيه، خزنه الدوله، خزنه رجال الاعمال مليانه، لكن هو لا يمكن يقرب من خزنه رجال الاعمال او خزنه الجيش، الخزنتين دول اللي فيهم فلوس. مثلا شعارات المطالب السياسيه بتاع اليوم ده رصاص، وهو مطلب مهم ومطلب بعيد في نفس الوقت، وفي الحقيقه مش هيتحقق الا باسقاط النظام، بس احنا لازم نرفعه، لانه لو ما رفعناهوش بيتنسي. لو احنا بطلنا نقول الرصاص هيبقى خلاص الموضوع ده اتقفل، وكمان اللي هيقتل بعد كده هيبقى عارف ان محدش بيقول رصاص، محدش بيقول له حقنا اصلا، فهيزيد في عمليه القتل. بس هنرفع الشعار وهنبقى مصممين عليه وهنعبر عليه للمجتمع، وبنطالب بتطهير الداخليه. احنا عارفين ان الوزاره دي مش هتطلع، السيسي مش هيطهر وزاره الداخليه، السيسي هيكافئها وهيقويها وهيجيب لها سلاح، بس هنرفع الشعار ده. وزاره الداخليه هتقع بالثوره كلها، بس هنطالب بتطهيرها، علشان ده جزء من التعبئه، ان والله عمليه التعذيب لسه بتتم في السجون وفي الاقسام، الشرطه مش بتحمي الناس، بتضرب الحركه العماليه. امبارح ضربوا
عمال سمنود في المحلة علشان بيتظاهروا واقتحموا جامعة الزقازيق. حرس الجامعي تقريبا لا يتوقف عن الاعتداء على الطلبة، وفي محاولة لإعادة الحرس الجامعي لقمع الحركة الطلابية، وبالتالي هنطالب بتطهير الداخلية. النقطة الثانية إقالة محمد إبراهيم. دلوقتي في جدل حوالين محاكمة مرسي، الإخوان المسلمين شايفينه رئيس الشرعي ويرجع يبقى رئيس جمهورية، واحنا شايفينه رئيس ما عندوش شرعية وفقط. بس مرسي ما يتحاكمش لوحده، مش إن احنا مختلفين مع محاكمة مرسي، بس لازم يبقى واقف جنب مرسي في القفص محمد إبراهيم. محمد إبراهيم هو اللي قتل شيخ، محمد إبراهيم هو اللي ضرب الناس عن مبنى الإرشاد، مكتب الإرشاد. محمد إبراهيم هو اللي ضرب الناس عند الاتحادية. محمد إبراهيم واحد من ضباط حبيب العدلي، واحد من أبناء حبيب العدلي. فبالتالي كل ممارسات محمد إبراهيم سواء تحت رئاسة السيسي أو تحت رئاسة مرسي وتقتضي أن محمد إبراهيم يبقى جوه القفص للمحاكمة. أول من تحرك ضد الانقلاب العسكري كانت الحركة الطلابية في الجامعة، وده راجع لأنه الهامش الديمقراطي او السياسي الحريات اللي جوه الجامعه طول الوقت تاريخيا كان اوسع من الهامش اللي بره سور الجامعه. يعني لما تبقى الجامعه في السبعينات بتطلع بمظاهرات ضخمه ممكن ما يبقاش فيه اضرابات في المصانع او مظاهرات في الشوارع، بس الجامعه منتزعه ده. عشان كده كانت الحركه الطلابيه هي اللي كانت سابقه في التحرك ضد السلطه العسكريه. لازم نستفيد من ده وحركه الطلبه تستمر. واول ما لازم تعمله الحركه الطلابيه هي ان المكتسبات بتاعتها ما تضيعش، واحد مكتسبات الطلبه طرد الحرس الجماعي. لا يمكن النهارده يسمع مره اخرى بعوده الحرس الجماعي، ان عوده الحرس على الباب هيعود على الكليه جوه الكليه، ثم هيليه عوده ضابط امن الدوله اللي قاعد مع العميد في النفق. هو السلطه العسكريه تتقدم كده. فاحنا من الاول بنرفض عودة الحرس الجامعي حتى لو كان واقف على باب الجامعة بره، وحتى لو بيدعي انه ما بيتدخلش في النشاط الطلابي. حاجة تانية، والجامعة يرجع لها الحرس الجامعي والجنرالات ياخدوا المحافظين وتبدأ تجمع الحركة العمالية والطلابية ونفس السياسات بتاعة حسني مبارك ومن بعديه طنطاوي ومن بعديه مرسي تستمر مع السيسي، انت بتعمل انقلاب عسكري دموي لكن على ثورة 25 يناير مش على محمد مرسي. الانقلاب من وجهة نظرنا هو انقلاب على 25 يناير. اذا كان مكتسبات 25 يناير ان احنا بنقدر نتظاهر في الجامعة بحرية ونعمل نشاط طلابي بحرية، لما يجي يقفل ده هو بينقلب على ده. لما العمال ينتزعوا حق الاضراب في المصانع وانت تيجي النهارده تضرب عمال سمنود بالغاز والخرطوش وبتمنع الاضراب، انت بتنقلب على ثوره 25 يناير. لما ميدان التحرير فيه جراج للدبابات انا مش محتاج حاجه ثانيه، مش محتاج اي اشارات ثانيه لان اتكلم عن انقلاب لثوره 25 يناير.